معلش بقى يا عم مختار، اعذرني والله، انا لسه عارف حالا اللي حصل للمعلم رزق ده، الله يرحمه. انا مش عارف ده بس حصل ازاي، والله ما انا مصدق. الله يرحمك يا عم رزق، الله يرحمه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. البقاء لله، ربنا يصبرك. وزين عامل ايه دلوقتي؟ زين الله يعينه، زين بيخرج من موضوع يدخل في التاني. اللي قول لي يا رنجة، معلم رزق الله يرحمه ما اتكلمش معاك قبل كده في حاجة تخص رجل أعمال اسمه كمال الأسيوطي؟ كمال الأسيوطي؟ آه، أمال إيه؟ المعلم رزق اشتغل مع كمال الأسيوطي ده من فترة كده، كان شغال معاه. آه، إيه ده؟ يكونش كمال الأسيوطي ده هو اللي هو ايه يا ابني؟ ما تتكلم وتقول. بص يا عم مختار، من فترة كده المعلم رزق الله يرحمه كلمني وقال لي لازم تجيني ضروري. رحت له ولقيته متعصب قوي ومش طايق نفسه، وراح واخدني من ايدي وراح راح فاتح سرير من السراير ومطلع منها اكياس بودرة. اتاري ايه بقى؟ كمال الاسيوطي ده كان بيضحك عليه ومفهمه ان هو شغال معاه في تجارة الموبيليا، وهو اساسا بيستغله عشان يهرب مخدرات في الشغل بتاعه. قام واخدني من ايدي واخد الاكياس البودرة دي وقال لي احنا الحاجات دي هنرميها وراح في النيل. في النيل؟ اه والله. وراح واخدنا ورايح رامي الحاجة كلها في النيل، مع ان انا حذرت وقلت له وبقول لك ايه، ما تيجي نرجع الحاجة دي، مفيش داعي نرميها، لكن هو اصر راسه الف سيف ان هو لازم يرميها في النيل. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الله يطمنك يا رنجة. أنا كمان قلت رزق عمره ما كان يقدر يعمل كده أبدا أبدا. تعال يا زين، اسمع اسمع الكلام. ازيك يا زين؟ ازيك يا عامل ايه؟ بقال لله، اقعد واسمع الكلام. خير يا رنجة؟ وقد صرنا به الآن.